بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فعل الخير طريق للسعادة، وهو دراسة بريطانية حديثة تؤكد أن فعل الخير بمختلف أنواعه يحسن النظام المناعي لجسم الإنسان، وأن التصدق بشيء من المال على من يحتاجه أو أداء معروف له يزيد من سعادة الإنسان، يعزز ثقته في نفسه. وتبين للباحثين أن فعل الخير يزيل الضغوط النفسية ويساهم في رفع احترام الذات ويزيل الكآبة ويساعد على التخلص من الانفعالات والغضب ويحسن الصحة بشكل عام. صراحة ما نقول له سبحان الله، لقد أمرنا الله بالإنفاق وفعل الخير، بل المسارعة في فعل الخيرات، فهي صفة من صفات الأنبياء. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات والله أعلم، سورة الأنبياء آية 90.